ينضم الآن إلينا المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق. سيادة المستشار، في ظل أحكام الإعدامات الجماعية وتشكيل دوائر خاصة وفصل قضاء مستقلين من خلال هذه الوقائع أو هذا الواقع، من يهين القضاء؟ أول من يهين القضاء السلطة التنفيذية التي لا تعطي القضاء استقلاله والتي تستعمله أداة في التنكيل بخصومها. أول من أهان القضاء اللي أصدر قانون الأحكام العسكرية ليسلب القضاء اختصاصه في محاكمة الضباط قبل سنة 66 كان العسكريين يحاكموا أمام القضاء العادي، الآن أصبح المدنيين يحاكموا أمام القضاء العسكري. اللي يهين القضاء اللي يمتنع عن تنفيذ حكم تيران وصنافير ويستخدم محكمة عابدين المستعجلة. اللي يهين القضاء لازم نفرق بين إهانة القضاء كقضاء وبين كمؤسسة وسلطة وبين إن أنتقد قاضي أو أمس قاضي، سواء أهنته أو انتقدت تصرفه. القضاء شأن كل البشر يجوز نقد تصرفاته بشرط إثبات صحة هذا وما يكونش القصد به القصد، إنما إذا كان الناس بتتحدث عن أملها في قضاء مستقل وعادل ده مش أهان القضاء. طيب كيف ومتى؟ أنا أنتمي لتيار اسمه تيار استقلال القضاء. طيب بهذا الكيفية سيادة المستشار كان بيقول نعم، يعني كنت أتساءل بيقول بيقول بصريح العبارة وبقوة أن القضاء في مصر غير مستقل، وبعض من أدين يعني الدكتور الأستاذ عصام سلطان مقدم مشروع. نعم المستشار أحمد مكي تسمعني؟ طيب فقد الاتصال بالمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق. على أي حال شكرا جزيلا لك.